بلا رتوش. أيوة بس نحكي سماح على القرار اللي تم اتخاذه البارح طبعا لتوصيات اللجنة العلمية البارح رئاسة الحكومة تهبط بلاغ تقول طبعا للمجلس الوزاري ولمجابهة تطور الوضع الوبائي واستئناسا بتوصيات اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا. تقرر تمديد العمل بالإجراءات موضوع طبعا البلاغ اللي صادر يوم 12 جانفي. طبعا ما بدلوا شيء معناها رئاسة الحكومة اخذت يعني التوصيات متاع اللجنة العلمية وتبنتها تقريبا حرفيا كما هي، يعني مدوا مد جمعتين أخرين. طبعا جمعتين أخرين تمديد في حظر الجولان مدة 15 يوم أخرين من 10 متاع الليل حتى 5 متاع الصباح، وطبعا ما فيها من إجراءات يعني مواصلة منع التظاهرات والتجمعات في الفضاءات المفتوحة والفضاءات المغلقة أيضا. يعني جمعتين أخرين من يعني من الركود الاقتصادي، من الركود الاجتماعي أيضا، لأنه وقت اللي يصير ركود اقتصادي طبعا فما العديد من المهن وعدد كبير من الناس متوانسة اللي يشتغلوا خاصة في ما تعرف بالمهن الليلية، يعني مطاعم، مقاهي، نزل سياحية، وحتى معناها المهن الأخرى، المزيد من التضييق. الحقيقة أنا طرحت السؤال على أكثر من عضو منها البارح دكتور رفيق بجدارية ماهوش في اللجنة العلمية، لكن طرحت السؤال على الدكتور رياض دغفوس، على زوز دكاترة خوز أعضاء دكتور من الله المسعدي كان معنا مرتين العلمية فوالا. يعني كتقول لهم هل الوضع الوبائي الحالي والأرقام الحالية تستدعي أنكم تاخذوا الإجراءات هذه وتزيد تمدوا فيها أيضا جمعتين أخرين؟ الحس في الجواب شيء من الارتباك. الحقيقة أنا شخصيا منش مقتنع. علاش؟ لأنه كان تشوف الأرقام المسجلة، الأرقام على مستوى الإصابات، على مستوى أيضا حتى عدد الوفيات، ما هوش ألارمان، يعني ما وصلناش إلى مستوى الخطورة. زيد على هذا كل الدراسات والبحوث سمحني نجي نقولها في المباشر، برشا توا قاعدين يكتبونا في دي كومنتير يقولوا ما فماش صوت في الديجيتال، نتبعوا ونشوفوا الولاد في الديجيتال كان فما مشكل ولا غيره، خاطر ماهمش قاعدين يسمعوا الناس في الفيسبوك والديجيتال. دونك قلت معناها الارقام لا تستدعي، يعني ما هيش موصلتش الى درجه الخطوره اللي تستدعي تستدعي معناها التمديد في الإجراءات الصارمة هذه، حظر الجولان وغيره، معناها مدة أسبوعين أخرين. كنا ننتظر صراحة معناها تجديد الحرص والمراقبة على تطبيق البروتوكول الصحي في الفضاءات والمساحات التجارية وغيرها. في الفضاءات وقت اللي جيت الإجراءات هذه قبل بالجمعة بالضبط ملي جاء القرار في أنه ما عادش باش تتسكر المدارس، الإجابة كانت بأنه راهو الوضعية تتبدل من جمعة لجمعة، والإجراءات هذه جيت قبل أسبوع من قرار عدم غلق المدارس، يقول لك راهو هاو قاعدة تتحسن شوية الوضعية، استنيوا بعد جمعتين ممكن نحيو الإجراءات الليلية والكوفغفو. ففرد وقت اليوم المواطن قاعد يقول لكم يا لجنة علمية كان الوضعية الوبائية راهي تخوف وتستدعي الإجراءات المشدة هذه، علاش نبعث ولادنا للمكتب؟ وكان الوضعية راهي لاباس كما قلتونا قبل ما تعملوا الإجراءات هذية يا سيدي ما لا نحي الكوفغف. هذا راهو المواطن التساؤل متاعو ناجي. باش نعطي الأرقام الحالية إلى حدود 25 جانفي، عدد الحالات اللي تحت التنفس الاصطناعي 51 حالة. عدد الحالات المقيمة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة 174. عدد الحالات الجديدة بالمستشفيات 174 على 12 مليون تونسي. عدد الحالات الجديدة بالمستشفيات 90. يعني في كل الأحوال عدد التحاليل الإيجابية، التحاليل الإيجابية 31.87%. لكن ما تنساش حاجة خليفة، قديش نعملوا في تحاليل؟
يعني التحاليل المنجزة 30,459 به. الفاريون جديد هذايا أوميكرون وهذا أثبتته كل البحوث وكل الدراسات ما يشكلش خطورة كما الخطر اللي شكله الفاريون دلتا. وهذاك علاش قالوا الكونفينمون خمسة أيام كها وترجع للخدمة متاعك أو للمدرسة ولا للليسي متاعك من غير تيست نيجاتيف. يعني ما فهمناش الحقيقة ما مش المفروض الإجراء يتخذ يعني أمثلة لدول اللي هي وضعها الوبائي أكثر تعقيدا منها. إحنا بريطانيا، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا لم تسمح بغلق الحدود ولا بحظر جولان ولا غيرها. يعني خلات الأمور معناها كما هي باش الحقيقة شددت في البروتوكول الصحي فوالا في البلدان هذوما الباس سانيتاري اللي فريمون المشكل نتاعنا شنو يا سامح؟ احنا المشكل نتاعنا انه ثم حالة من الارتخاء، ثم حالة من التسيب، من الفوضى. وتلاحظوا انتم اكيد راهو معناها كي تمشي المساحات التجارية الكبرى والا الى مرافق إدارية ما عادش تلقى هك الإجبارية الاستظهار قاعدين يسألوا فيكم بالباس يقولوا لكم أعطيني باس مش كما قبل مرة مفعل مش كما معناها في الفترة الأولى تطبيق يوسف نعطي رقمهم شنو هي الأرقام المتعلقة بالتلقيح. احنا العدد الجملي للأشخاص اللي استكملوا التلقيح متاعهم إلى حدود يوم 25 جانفي 6,206,900 ملقح، هذا إلى حدود 25 جانفي. قبلها بنهار نهار 24 جانفي 6,201,000 ملقح. يعني في 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 24 ساعة عدد الملقحين، وهنا مش وهنا المشكل، عدد الملقحين لم يتجاوز تقريبا 4,000 ولا 4,000 وشوية. يعني عملية التلقيح، النسق نتاع التلقيح ماهوش قاعد يمشي كما ينبغي. عدد المسجلين اجمالا في منظومة ايفاكس 7,818,000. يعني كي نشوفوا بالبرسنتاج عندنا تقريبا اكثر من 50% من التوانسة اجمالا ملقحين به. اذا السؤال اللي حبيت انا اللجنة العلمية جاوبنا عليه، هل وصلنا الى المناعة الجماعية ولا ما وصلناش؟ هل كي تجاوزنا يعني أكثر من نصف التوانسة ملقحين هل ما عادش فما خوف ولا لا؟ هذه الأسئلة اللي حقيقة ما لقيتش عليها أنا. واضح. هو اللي يتناقش القرار كي تاخذوا اللجنة العلمية بالجانب العلمي ما تنجمش تناقشها إلا العلماء اللي كيف تشوفوا مواقف الناس اللي هما ذوي اختصاص. يبقى أنا نتساءلوا قاعدين شو نقول؟ المفروض قرارها فيه تعليل. شو معناها تعليل؟ خذيت مثلا إجراء متاع حظر الجولان، تعطيني بالأرقام قداش طاحت العدوى باش نقول انا نقبل كمواطن بعد كي تقول لي راهو كي فرضت عليك مثلا عدم التجمر هذا طيح النسبه 2-3-4-10-5 ما نعرفه. صحيح. احنا الان صحيح. الاجراءات ما نش نقراو شنية نجاعتها في هذا الجانب. هاو كنعرفوا مثلا التلقيح نجاعته في عدم الإصابات الخطيرة تعرفها معناها بالأرقام، تقول أنا عندي 150 نسبة إنسان في حالة معناها طلب الأكسجين. علاش؟ لأنه نسبتهم الكبيرة مش ملقحين. وقتها الإنسان يفهم جدوى أي إجراء. كي تاخو إجراء تقول لي هاو علاش نقولك تعمل كمامة، راهو تبين علميا أنه 20-50-30% من اللي يستعمل كمامة هما أقل انتشار العدوى من اللي مستعملش. كي تقول لي مثلا نسكر القهوي باش يقتنعوا للقهوي بالفعل هما عندهم مشكل في هذا الجانب. علاش عنده حق ناجي يقول لك تقول له سكر القهوه وحل المكتب؟ هي علاش يقول لك ناجي معقول تقول لي انا القرار تهبطوا لي معناها من الفوق هكذا بدون تعليل بدون توضيح؟ مش بضرورة تقنع كما قلت المدارس تقول يخليها لأنه المسألة ما هيش خطيرة ولأنه الأوميكرون ما يأديش إلى ضرر. هو زاد مول الرستوران في الليل يقولك هو ما يأديش إلى ضرر. يعني في النهاية ممكن نشتغل ثم مشكلة كبير في تعليل
القرارات. واضح. الحكومة تقول لك نستأنس مباشرة. نعاود نطرح السؤال أنا، قداش تكلفة هالتمديد في الإجراءات هذه، التكلفة الاقتصادية والاجتماعية؟ واضح، شكرا لك حكيم، شكرا كبير. مازال معكم من توا حتى للتسعة في الوان تو وان، ضيفنا باش يكون الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدين. البارح دارت برشا حديث على انه المؤسسات المالية الكبرى فما عليهم ضغط لمساندة الدولة، فما حديث على طبعان الفلوس اليوم، فما وزارات مازالت ما خلصتش، التوانسة قاعدين خايفين على اشهاريهم، وين وصلنا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. باش نحكيو اقتصاد بامتياز توت سويت في الوان تو وان، سينونس بحكم ورده.